هنعمل ايه بقى دلوقتي حضرات؟ هنتابع معاكم مجموعه من التمرينات الرياضيه السهله البسيطه اللي ممكن نعملها في اي مكان بمنتهى الاريحيه من خلال هذا التقرير. نطلع بعديه فاصل وان شاء الله لنا عوده، خليكم معانا. صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره عندنا تمرين مهم جدا للكور. ايه هو الكور؟ الكور هو حزام البطن، كل ده عضلات البطن اللي هي ريكتس ابدومينز والانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك، وعندي ريفيرس ابدومينز دي عضله داخليه تحت الريكتس ابدومينز، وعندي بعد كده الريكتورس باينيه ودي عضله اللي هي بتقول عليها دايما قطنيه او الاسم المتداول عليها قطنيه. هنبدا دلوقتي نشرح تمرين تمرين وهنعرف ازاي بيشغل كل عضله لوحدها. اول حاجه هبدا اشتغل على المات، هعمل تمرين كرانشز. ده كده هيشغل معايا الريكتور الريكتس ابدومينس. وعندي تمرين تاني لو انا عايز اصعب التمرين اكتر، ده كده اول تمرينين للريكتس ابدومينس. تاني تمرين عندي او تاني عضله الانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك، هشتغل روسيان تويست. ولو انا صعب التمرين شويه ممكن امسك اي ويت دامبل او طاره او اي ويت عندي في البيت، لو انا هعمل تمرين في البيت ممكن ازازه ميه بس وزنها لتر وهيزود المقاومه عندي اكتر. طيب لو انا عايز تمرين اسهل شويه ممكن انام على ظهري وهلمس كعب رجلي كده. طب عايز صعب التمرين ممكن ازق رجلي لقدام شويه عشان اعمل سكويز اكتر الأوبليكس مصر. ده كده الأوبليكس والإنترنال أوبليكس. آخر حاجة عندي تمرين سوبرمان للإلكتروسبيني. ده كده بيشغل معايا ريكتور سباينية او بما يقال عنها القطنيه الاسم الدارج ليها. بعد كده عندي الريفيرس ابدومينز دي عضله داخليه تحت العضله اللي احنا دايما بنشوفها لو حد الفات عنده قليله بتبقى داخليه. بنلاحظ ان في ناس ممكن عندها نسبه الفات عندها قليله بس البطن واخده يعني ماده لبره كده اهو او مش مسطحه زي ما كلنا بنبقى عايزين. فدي بيبقى التمرين عليها ان انا ببدا اخد نفس كبير واشد بطني لجوه لمده 20 ل 30 ثانيه وبعد كده اريح. هكرر تاني. احاول اعصر بطني على قد ما اقدر واخرج النفس. اخر مره احاول اشد بطني اشد لجوه على قد ما اقدر العضله دي مهمه جدا وناس كتير بتغفل عنها ما بتاخدش بالها منها. هتفرق كتير قوي في شكل البطن خصوصا لو حد عامل كاتنج او بيحاول يتارجت ان هو ينزل الفات بتاعته، هتفرق كتير جدا جدا جدا. والكور ماسل مهم جدا ان احنا نتمرنه لانه بيديني ستابيليتي وبالانس على الارض في كل التمارين سواء فري ويت او اي تمارين او حتى وانا ماشي في الشارع او بمارس مهامي اليوميه بطبيعيه جدا. ده هيفرق معايا ان انا امارسها بسهوله ويبقى عندي ستابيليتي او ثبات على الارض وان انا اقدر امارس اعمالي اليوميه بسهوله جدا.
خلصت حلقتنا، كان معكم الكابتن مصطفى النوبي من داخل جيم من النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل.